السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم جميعا. أتمنى أن يكون الجميع بخير وعلى خير إن شاء الله. أنا أتكلم يعني اليوم على الموضوع يعني الذي يهمنا كيعني مناصرين المنتخب الوطني الجزائري. يعني تعلمون ما اليوم يعني حقيقة مريرة، يعني حقيقة تتعلق بالظلم والتهميش في عالم كرة القدم. يعني كي نعود نقولوا إلى ليلة الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، يعني والله غير كان دهشة، يعني دهشة وخيبة أمل على الجميع، يعني بعد استبعاد رياض محرز من بين 3 المرشحين النهائيين. يعني مجرد سؤال فقط، يعني أليس من المفترض أن تكون يعني هذه الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي والأداء المتألق في دوري أبطال أوروبا والمساهمات الكافية نتاع رياض محرز، يعني كانت من المفترض تؤكد وجود يعني اسم رياض محرز في القائمة النهائية ولا لا؟ وزيادة على ذلك يعني تأتي بعض التساؤلات، يعني تساؤلات حينما نلاحظ وجود لاعب مثلا محمد صلاح يعني في القائمة على حساب رياض محرز. محمد صلاح الذي يعني بكل صراحة يعني عاش موسم جد صعب مع ليفربول، وزيادة على ذلك غاب عن قطر ما راحش كأس العالم، وزيادة على ذلك تلقى خروج مبكر يعني في دور الأبطال الأوروبي. يعني هل كانت هذه الأداء تبريرا كافيا يعني لتفضيله على إسهامات رياض محرز البارزة والواضحة؟ يعني حتى نزيد نلقي يعني الضوء على مسيرة الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، صحيح الذي حقق نجاحات كبيرة مع يعني سواء نادي باريس سان جيرمان أو المنتخب المغربي، يعني دا الدوري الفرنسي يعني يتألق في كأس العالم. يعني هل كانت يعني إنجازاته مع الفريق نتاعو يعني نادي باريس سان جيرمان وبلوغ الدور نصف النهائي في البطولة العالمية كافية لجعله يتفوق على غياب رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية، ولا غير مجرد سؤال فقط؟ يعني مانيش نقص يعني من شأن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، ولكن يعني نقدروا نتناقشوا يعني على المستوى الفني وحتى على المستوى يعني الألقاب يعني تحصل عليها رياض محرز. يعني أنا تبان لي هذا غير منطقي بكل صراحة، يعني ما لم نفهم والله، غير انصدمنا بكل صراحة، انصدمنا لم نفهم، يعني ما فهمناش أسكو كاين التألق الفردي وتحقيق الألقاب، يعني يسكو يحمل الوزن الكافي يعني لضمان ترشيح اللاعب، ومن جهة أخرى يعني كيف تبرر وجود أنت محمد صلاح في قائمة خاصة بعد الموسم يعني اللي يجوز مع ليفربول والغياب يعني عن البطولة الكبرى؟ يعني والله غير بكل صراحة ما سؤال يعني يبقى مطروح، يعني كومام رياض محرز، يعني شوف ديجا جماعيا حقق يعني إنجاز تاريخي مع مانشستر سيتي، يعني النجاح الكبير كاع، يعني دا لاكوب دا شامبيونا ودا تشامبيونز ليغ، يعني ما كانش ناجح أكثر من ذلك، وساهم بكثير يعني. ساهم بكثير يعني شوف نعطي لك برك نعطيك البرهان باللي يعني محرز لعب دور كبير يعني مع مانشستر سيتي العام اللي فات. رانا نشوفوا هذا العام مانشستر سيتي بنفس الفريق مع غياب برك رياض محرز وغوندوغان، رانا نشوفوا ان مانشستر سيتي تاع هذا العام ليست بمانشستر سيتي تاع السنه الماضيه. حتى ايرلينغ هالاند يعني رجع كلي ما كانش كاع في الفريق، يعني هذا الدليل ان رياض محرز كان عنده دور كبير جدا، يعني ساهم يعني بصفة كبيرة، يعني
حتى هو لما لعبش النهائي، ولكن وجوده يعني حتى في الدكة يقدر يساهم يعني معنويا على الفريق، على بالهم بلي وكان رياض محرز. والله غير تساؤلات عديدة، والله غير هذه القضية غير مفهومة. ما فهمناش والله العظيم، غير سؤال محوري ما فهمناش، هل يتم اعتبار يعني إنجازات الفريق الجماعية هي المعيار الأكثر أهمية يعني في التألق الفردي ولا تحقيق الألقاب؟ لأن كي نشوفوا هذه الصفة اللي قاعد توفر في رياض محرز، هاو ديك الخلل إنجازات الفريق الجماعية محرز دارها مع مانشستر سيتي، يعني التألق الفردي رياض محرز كان حاضر مع مانشستر سيتي، يعني ما فهمتش أنا أين راه المشكل، والله ما فهمت أين هو المشكل. يعني دوك الإنسان يولي عنده تفكير آخر، لأن منطقيا بالأدلة رانا شفنا بلي أن رياض محرز عنده مكانته يعني في القائمة تاع هذو الثلاثة المترشحين بدون منازع. يعني هنا يعني نقدروا نلقي نظرة أخرى، نظرة عن العلاقات، يعني ربما يعني علاقات يعني أثرت يعني في توجيه التصويت بكل صراحة. أنا هكا يتبان لي، يعني لأن ما كان حتى أمر آخر يعني يبرر غياب رياض محرز، مستحيل. يعني أنني نشوف ربما يعني مثل ما تشاهدون على الشاشة يعني الضغطة تاع رياض محرز يعني بالراية تاع فلسطين، يعني ربما كان فيها تأثير، وحنا نعلم جيدا يعني انفونتينو وبعض الرؤساء تاع لاكاف عندهم علاقات يعني جد مقربة. يعني أنا تبان لي أن فيها يعني كاينة حاجة، ما تقوليش ما كاش حاجة، كاينة مؤامرة، هادي ماشي كيسيو حنا مسوسين ولا حنا تخلكش كاع في راسك، هادي ما تجيكش حتى كاع يعني عشاق تاع كرة القدم يعني في العالم تقولهم بلي كاينة يعني جائزة تاع أفضل لاعب في إفريقيا، وفي نفس الوقت تقول لهم رياض محرز ما كانش، يعني كاع يتشوكاو، مستحيل. يقول لك كيفاش رياض محرز ما كانش، كيفاش داروا تحط لي محمد صلاح وما تحطش رياض محرز؟ هذه ما عندها حتى معنى، حتى ولو كان يعني محمد صلاح ماشي مشكل، لاعب كبير وعنده يعني مهارات فردية ويعني ويتألق، لكن يعني في هذه المسابقة ما دار والو، يعني في السنة الماضية مع فريق ليفربول ما دير والو، ما تألقش يعني كيما رياض محرز. رياض محرز دار تشامبيونز ليغ، يعني هي أهم يعني كاش كومبيتيسيون أكثر من تشامبيونز ليغ، يعني تقدر تكون أفضل كاع من كأس العالم. هاي كي تجي يعني تفكر، كي تجي تفكر يعني تلقى بلي تشامبيونز ليغ يعني أحيانا نتبعوها أكثر من كأس العالم، وفي نهاية المطاف رياض محرز يعني ما كانش، يعني انا ما احترموش كاع، ما احترموني رياض محرز ني المنتخب الوطني الجزائري، ني ما احترموناش كاع كيما رانا. وبالتالي انا بالنسبة لي بكل صراحة هذه الجائزة ما عندها حتى قيمة، والله العظيم ما عندها حتى قيمة. يعني يديها حكيمي، باينة بلي يديها حكيمي، حنا على بالنا يديها حكيمي ويديها بونو ويديها الكراكي، باين الفيلم. يعني باين الفيلم، يعني احنا كجزائريين وحتى عشاق كرة القدم يعرفوا الحقيقة، يعرفوا بلي يعني نورمالمون رياض محرز يعني أولا يكون في القائمة، وثانيا يعني يفوز بها، لأن في المستوى الفني ما كان حتى واحد يوقف مع رياض محرز، حبة من حبة كارهة من كارهة، هذه هي الحقيقة. ولكن حنا نزيدو نتأكدو أنا نفهمو، هذه هي لافريك. السلام عليكم خوتي.